ان شاء الله بعد ما يتحمل لا لجان تحقيقيه، تقول من بدات الحكومات المتعاقبه ولحد هذه اللحظه لجان بلجان بلجان وكل شيء ما شفنا. واهم لجان هو كشف حقائق قتله المتظاهرين، وكذلك السوف هذا الموضوع بالكامل. دور تحديدا لجنه الامن والدفاع على الوزارتين هذه، وارجع اكرر ما وضحت لي ما هو الخمول اللي شخصه سياده النائب سلام الشمري. يعني إذا اسمح لي أنا اليوم أتكلم عن الخمول اللي شخص ساد السلام. شوف اليوم كثير من القيادات لم تتغير منذ فترة طويلة، أصبحت اليوم عندنا قيادات إمبراطورية، شكل إمبراطورية من خلال تواجده في مكان معين. يعني أنا حتى لاحظ قسم الأمور، حتى التغييرات اللي تصير اليوم، ده يطلع قائد معين بسبب عدم المهنية، بسبب فساد، عدم الكفاءة، وراء فترة من يصير أي مشكلة يتغير ويرجع شخص آخر. يعني كأن اليوم العراق ما بي قيادات فقط محصورة في 4 أو 5 أو 10 قيادات موجودة. يمكن اليوم ضباط الجيش العراقي يصلحون اليوم أن يكون معلمين ومدرسين في أكاديميات عالمية، ما عندهم من خبرة. ما هي مشكلة التغييرات بالضباط الكبار أو القادة الكبار، جاء يصير بالتفجيرات نفقد لنا كم شهيد كم شاب، وإحنا تترمل النساء ويتيتم الأطفال، وهناك نغير. إحنا هي هنا اليوم أنت من دا تحشي على وزارة الأمن والدفاع، اليوم وزارة العف والدفاع والداخل، يعني حقيقة ليس بدفاع عنهم. اليوم هل اليوم هو يختار القيادات؟ هم اليوم ايضا اليوم القيادات تفرض من جهات اخرى. المشكله بالقيادات، المشكله بالقيادات، اكيد القيادات اكو نقطه، هاي واحده من الخطط. لا لا، هو شوف، هو اليوم مرتبط الامن. اليوم القيادات، الخطط من يعدها؟ يعدها القيادات الامنيين الحقيقيين، مو قياد انه فقط انه شايل رتبه او لابس الرتبه ويمشي، هو ممكن ان يعدل الخطه الامنيه. ايضا اليوم ضعف بالجانب الاستخباراتي. اليوم الضباط اللي موجودين، يعني المفروض الضباط الاستخبارات مو انه يجيب هذا مال علاج، ها هذا علاج الى التفجير، يقولون ضعف بالاستخبارات علاج. نعم اليوم معركتنا معركه الاستخبارات. اليوم انا اقول لك اليوم المعلومه الاستخباراتيه اهم من صاروخ طياره. اليوم اذا تعطيك معلومه قبل الوصول الى الهدف هي اهم شيء. اليوم عندنا اجهزه ما موجوده، اليوم المعدات الحديثه اللي موجوده عند كل دول العالم، اليوم العراق ما يستورد من عندها. المفروض دورات للاستخبارات، ضباط الاستخبارات وحتى العناصر الاستخبارات يجب ان تكون دورات. نكثر هاي الاستخبارات ونفاي سيطرات الموجوده بالشارع وهي الزحامات اللي مسويها التفاصيل. احنا مكثرين سيطرات ومكثرين ضباط ومكثرين كثير ومرابطات والى اخره، والتفجير يصير. رايك سياده النائب سلام، يعني استخباراتنا صار سنين احنا كل تفجير يقولون ضعف استخبارات، ضعف استخبارات. زين احنا ما شاء الله عندنا قياده استخبارات معروفه وعندنا رجال بالاستخبارات وخبرة، خلل وين؟ أرجع هنا سؤال يسأل نفسه، يطرح نفسه. هي المشكلة سياسي، الشارع بده يقول.